والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا حكم ربنا عز وجل على كل نفس منفوسة بمغادرة هذه الدنيا. وقد فقدنا اليوم أخا حبيبا وأبا غاليا وأخا محبا لم يفقده أولاده فحسب، وإنما فقدته الأمة. جمال بن عكراش، إذا ذكر هذا الرجل ذكر العلم، إذا ذكر هذا الرجل ذكرت دور القرآن، إذا ذكر هذا الرجل ذكرت المساجد، إذا ذكر هذا الرجل ذكرت المستشفيات، إذا ذكر هذا الرجل ذكرت المصليات، إذا ذكر هذا الرجل ذكرت أفعال البر وأفعال الخير، إذا ذكر هذا الرجل ذكرت أعمال التقرب إلى الله عز وجل. هذا الرجل الذي سيفقده أبناؤه بلا شك، ولكن سنفقده جميعا، سيفقده الأرامل واليتامى، ستفقده مصليات المسلمين ومساجدهم، ستفقده أعمال البر وأعمال الخير. ولكن نقول لأخينا جمال: نم قرير العين فنحن نحسبك من الشهداء والله حسيبك. نم قرير العين، فقد خلفت وراءك جيشا من المحبين، خلفت وراءك جيلا ربيتهم على البذل، جيلا ربيتهم على العطاء، جيلا ربيتهم على السخاء، جيلا ربيتهم على خدمة المسلمين. هذا الرجل الذي ما رأيته في ساعة من النهار أو في ساعة من الليل إلا في عمل من أعمال المسلمين. وأنا حقيقة لا أخفيكم سرا، ما كنتش كنعرف بلي أخي جمال نجار، حتى شفت في قناة أنس يعني وسط ذاك يعني الشنطة ديال النجار، لأنني ما رأيت أخي جمال إلا في المصليات، وما رأيت أخي جمال إلا في دور القرآن، ما رأيت أخي جمال إلا في خدمة المسلمين. رجل محب، وكما قال عنه أخوه ورفيق دربه وصاحبه سيدي إبراهيم الطلب: فإن جميع المحبين والعلماء وخدام دور القرآن وخدام مصالح المسلمين يعرفونه من طنجة إلى القويرة. لا شك أخي جمال سيفتقده إخوانه وأحبابه ورفاق دربه، وستفتقده المصليات، ولكن كما أقول دائما: فإن مثل هؤلاء الرجال إذا ماتوا لا تموت أعمالهم، لا تموت مآثرهم. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. لا شك أن لأخينا جمال آثارا في مدينة سلا، في هذه القرية، هذه المدينة، هذه المدينة سيدي علال البحراوي التي تعرفه، وأينما حل يحل معه الخير، أينما حل وارتحل في حي من الأحياء أو في قرية من القرى أو في مدينة من المدن إلا وتحل معه، تحل معه أعمال الخير ويحل معه أعمال البر ويحل معه آلاف الخيرين والمحبين. فعزاؤنا وعزاؤكم واحد، عزاؤنا وعزاؤكم واحد في هذا الرجل، عزاؤنا وعزاؤكم واحد في هذا الفقير، ليس كأي فقير، عزاؤنا وعزاؤكم واحد. ولكن والحمد لله ترك خلفه آثارا، ترك خلفه أبناء يرفعون المسلمين، وترك خلفه تلاميذ
ينفعون المسلمين، وترك خلفه آثارا ينتفع بها المسلمين. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن لهذه أن لأخينا هذه الثلاثة، ولا نزكي على الله أحدا، له نصيب من العلم النافع، فقد نشر ونافح وكافح وخدم العلماء وخدم يعني الذين يقومون على ذو القرآن من المعلمين والمربين، فترك خلفه علما لا شك سينتفع المسلمون به ما أراد الله سبحانه وتعالى. وترك خلفه أعمالا صالحة، وترك خلفه صدقات جاريات، مصليات ومساجد ومآثر ودور القرآن التي كان سببا في إقامتها وتشييدها. وأولاد صالحين نحسبهم إن شاء الله. لا تبكوا على أبيكم أبنائي، فنحن جميعا بكينا وبكت قلوبنا، ولكن احتسبوه في الشهداء، احتسبوه لأنه قاس وعانى مع المرض حوالي 3 سنوات وهو يقاسي ويعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمبطون شهيد. فنحسبه من الشهداء 7 وقد صبر. ولا تسأل عن أخلاقه، خلق الصبر خلق جميل، خلق الكرم خلق عظيم، خلق الوفاء. إذا ذكرت الأخلاق في زماننا، زمان الذي قلت فيه الأخلاق وقل فيه من يتصف بهذه الأخلاق، يكفيك أن تذكر هذا الرجل فتذكر هذه الأخلاق النبوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتولاه في الصالحين، وأن يفسح له في قبره مد البصر. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم وفقنا للاستمرار على دربه وعلى طريقه. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين للسير على ما كان يصبو إليه، فقد رسم أهدافا ورسم خيرا كثيرا نافعا. والله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. أخونا جزاك الله خيرا، وهذا من البر، هذا من البر. أخونا وابن أخينا سيدي عبد الرحمن يقول: لكي يسأل شي حاجة الأخ ديالنا سيدي جمال، فليتصل بإخوانه وأحبابه. لا نريد أن يبيت هذه الليلة إلا وقد ارتاح من دينه. ونشهد الله عز وجل أننا نحبه ونتقرب إلى الله بحبه وبحب أبنائه. ونسأل الله سبحانه وتعالى، يعني يكفي جزاك الله بخير، رسالة وصلت والحمد لله، وهذا من البر الذي ينبغي يعني أن نفرح به، أن نفرح بهذا البر. من يتذكر يعني هذا الخير ويتذكر هذا البر خصوصا في هذا الموطن، فهذا من علامات التربية الصالحة. سيدي جمال لم يربي أبناءه فقط، وإنما ربى أبناءه وربى أبناء المسلمين بخلقه، بعمله، بجهده، ببذله، بعطائه، بسخائه، بكرمه. وكل هذا نحسبه إن شاء الله سيكون له شفيعا في قبره. وهذه الوجوه المتوطئة المؤمنة التي سعت إلى هذه المقبرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: بيننا وبينكم يوم الجنائز. فهؤلاء هم الشهود الذين يشهدون للمؤمن. هذه الوجوه المتوطئة دليل على محبة هذا الرجل في قلوب المؤمنين. فنسأل الله تعالى أن يجعله من أهل جنته. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا صالحا شهد له المؤمنون وحضر جنازته المؤمنون، قال: وجبت له الجنة. فنحسب أخانا من هؤلاء. بارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى حضوركم، من جاء من قريب أو من بعيد محبة لأخيه. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم على هذه الرسول
الرسول الكريم، وأن يوفقنا باتباع أثر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأثر مثل هذا الرجل الصالح في البذل والعطاء. فلا ينبغي أن تموت هذه المآثر أو تنتهي يعني بموت أخينا جمال، بل تستمر إن شاء الله بما ربى وما قدم وما أعطى وما أنفق وما بذل وما قدم للإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن ينفعه بذلك وأن ينفعنا وإياكم بحضورنا وبصلاتنا على أخينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.